اكيد استعانوا بمروه تكون معها باخر وقت وينزلوا الاعلانات باسرع وقت علشان يضموا. هلا انت بدك تنقذي هيفا وهبي بمصر؟ يمكن اسالهم اشمعنى مدير الاوتيل بده يعمل اجتماع مع مدير اعمالي باسرع وقت، بس اكيد بعد تاني يوم بيجينا خبر انه عملت مشكله ورفضت ونحن ما زعلنا. هي يمكن رفضت لانه بتقول يمكن مستواها ما بيسمح لها تغني بمكان او بتكوني انت مع. قال هي يعتبر غيره، يعني انا بعتبرها هيك يعني غيره منها وما بعرف شو. بس انه انت بلشتي قبل هيفا صح؟ تقريبا كم شهر يعني مش بس ليكي هيفا وين صارت؟ كل واحد إلها. لا ما عم نلعب. الحمد لله انا مقتنعه ومبسوطه، انا ما عم بلحق شغل، ما عم بلحق افراح، ما عم بلحق. انا كل عندي تقريبا يعني انا هلا موجوده معك عندي كان اوردرين مفروض روح اشتغلهم ما اشتغل.